ديالي ان شاء الله غادي نخرج اغاني سولو بوحدي، وان شاء الله كنتمنى يكون شي حاجه عمل مع ذا فايف، ولكن مبدئيا كاين عمل ديالي بوحدي ان شاء الله في اقرب وقت نعلن عليه. اختارينا كل واحد فينا عنده اتجاه بوحده في الموسيقى، كل واحد فينا عنده توجه ديالو، خلينا كل واحد فينا يدير اللي بغى، ونطوندون نرجعوا مره اخرى ان شاء الله في الايام الجايه نديروا عمل مشترك. ما كنسمعش راسي، انا سعد، بيك فان ديال سعد مجرد، الدنيا باطمه صوت رائع، يعني لا يناقش. كنتمنى بانه نبين لو ستيل ديالي، عاد يكون عندي انا كنفضل هكا، انه الناس اللي غتهضر على الاعمال ديال الناس الثانيين يقدموا شي حاجه ومن بعد يهضروا سواء بالايجاب ولا بالسلب. ولا الحاجه اللي بغيت ناكد لك انه بيك فان ديال سعد مجرد، ودنيا باطمه رائعه، شي حاجه اللي عندها صوتها واعر واغانيها زوينين بزاف. ما جرات شي بروبليم، ذا فايف غير اتفقوا بيناتهم بانهم يديروا ياخذوا بريك ومن بعد يرجعوا يشتغلوا مع بعضياتهم ان شاء الله في اقرب وقت. في الزواج شي حاجه اللي ضروريه، وانا من الانسان يعني بيتوتي والانسان اللي عز عليه الاسره، فان شاء الله فاش نلقى الفرصه وفاش فاش زعما نلقى الانسان اللي نقدر نكمل معاه حياتي علاش لا، ما نترددش، ما عنديش هذاك التفكير نهائيا. انا بالنسبه لي الانسان نتفاهم انا وياها، تكون في المجال الفني في اي مجال، المهم تحترميكم بيناتنا الاحترام والحب هذا اهم حاجه، فما عنديش دي كونديسيون ولا دي كريتير ديال هذه خاصها تكون هكا وهكا، خاصها داك الشيء القلب ما يريد كما تيقولوا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.